بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم مزول في الأول. حبيبتي إذا كنت أول مرة تشوفي القناة ما تنسيناش بالدعم والاشتراك، ربي يحفظك. اليوم إن شاء الله حبيت نتقسم معكم ونشارك معكم هذه الكيكة اللي هي المسكوتشة الكحلة اللي قلبها أبيض، وهي عبارة عن كيكة بزوج حبات بيض ولا أسهل. بسم الله نبدأ الخدمة. أول حاجة نديروها نحطوا 2 كيسان حليب أو 2 كوب حليب. أول حاجة نبدأها هي أننا نعملوا الكريمة، نضيفوا لها 4 ملاعق سكر. إذا حبيت تنقصي الحلاوة تقدري تعملي حتى 3 ملاعق سكر. ثم نضيفوا لها الفانيلا، لازم دائما الفانيلا للتنسيم. وبعد ذلك نضيفوا لها 2 ملاعق كبار نشا أو 2 ملاعق كبار مايزينا. نخلطوا كامل المقادير بارد في بارد، ومن بعد نحطوها فوق النار، نخلطوا جيدا حتى تحصلوا على كريمة ثقيلة. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، ما تديلكش 5 دقائق فوق النار. هذا هو القوام. هذه الكريمة نحطها جانبا، ومن بعد نروح نحضر المسكوتشة تاعي اللي فيها 2 حبات بيض، نص كاس سكر. نخلطوا هذو لا باتور ولا شيء، كل شيء باليد، زائد الكيس تاع الفانيلا. اذا ما عندكش الفانيلا هذه تقدري تستعملي الفانيلا السائله. تقلطيهم فقط حتى تنسجم فقط الخليط، ومن بعد نضيفوا لها نص كاس زيت ونص كاس حليب. نخلطوا المقادير حتى تنسجم فقط، ما فيها حتى تعفي، 5 دقائق تحضر، زائد نصف كوب ولا نصف كاس كاكاو. من الأحسن دائما تختاروا كاكاو اللي عنده مذاق جشباب، ونزيدوا لها كاس فارينة أو كوب فارينة وكيس خميرة كيميائية أو ما يعادل 10 غرامات. كالعادة من العادات المليحة اللي تدهم، غربلوا الفارينة تاعكم والكاكاو حتى تخرج لكم الكيكة ملساء. نخلطوا المكونات حتى تنسجم مع بعض. نكون حضرنا المول تاع المسكوتشة. في الجزائر أعتقد أنه كلنا عدنا هذا المول. تدو هذا المول، تدهنيه بالزبدة والفارينة، ومن بعد تحطي فيه هذيك الكيكة اللي عملناها. بعد ذلك نروحوا للكريمة تاعنا، نعمروها في هذا الكيس ونبدأ العمل تاعنا. هنا ملاحظة مهمة أختي، ما تخافيش، حطيه في الوسط تاع هذاك الخليط، في الوسط ماشي على الجوانب، إنما في الوسط، حطيه هكذا في الوسط. هذه هي حتى تكملي كامل. تكوني سخنتي الفرن تاعك على 180 درجة، تدخلي فيها المسكوتشة تاعك لمدة من 40 حتى 45 دقيقة. عندما كما راكم شايفين هنايا، هذه هي النتيجة اللي تحصلوا عليها. كي تدخليها الفرن تاعك، شوفوا هنا النتيجة اللي تلاحظوها، هذيك الكيكة دروك كامل تطلع فوق هذيك لاكريم وتغطيها. كي تكمل يا إما تزينيها بالسكر ناعم، يا إما بالشوكولا، يا إما بالفول السوداني، بأي حاجة راكي حبتها، المهم التزيين يعود لك. بعد ذلك نفضل أنك تخليها على الأقل 2 ساعة في الثلاجة باش تبرد مليح الكريمة. أنا هنا ما خليتهاش، خليتها فقط نص ساعة، وراني حبيت فقط نوريها لكم ونشاركها لكم. بصحتكم حبيباتي، حبيبتي في قناة حاولي، دمتي متألقة. دعونا لهنا التلويث، أرسم لليث.